членов НАТО, поддерживали Украину как члена Альянса, тогда еще, да, в Бухаресте. И прекрасно мы знаем, кто те лидеры. И я считаю, что Ангела среди тех лидеров, лидеров проведных, я к российскую буду, проведных, ведущих лидеров, ведущих стран, от которых и зависело. إذا مشاهدينا الكرام نتابع معكم هذه الصور الآن من بوتشا في أوكرانيا حيث يتفقد الآن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المدينة بعد تقارير ومزاعم عن انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية في المدينة. وكان هناك حديث كثير اليوم ودعوات أيضا من قبل العديد من الدول لتوجيه اتهامات لموسكو بارتكاب جرائم حرب حول ما حدث في بوتشا، التي قيل بأن هناك العديد من الجثث المتناثرة التي وجدها الجيش الأوكراني بعد أن سيطر عليها وبعد خروج القوات الروسية منها، والكثير من التقارير والتصريحات والمواقف الدولية التي تأتي في سياق محاسبة روسيا وقادة الجيش الروسي حول هذه الجرائم التي صنفت من قبلهم بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية. ونحن سنتابع بالتأكيد كل مستجدات هذا الملف في نشرتنا القادمة وكذلك في متابعتنا الإخبارية اللاحقة. Армія демонструє щоденно, але це не просто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому повинен бути رئيس الأوكراني. وكما نتابع كان قد وصف ما حدث في بوتشا بالإبادة الجماعية. إذن هذه الصور الآن للرئيس الروسي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يزور بوتشا بعد المزاعم بانتهاكات ارتكبتها القوات الروسية في المدينة. زيلينسكي في تصريحات سابقة كان قال بأن من الصعب التفاوض مع موسكو بعد ما فعلته في أوكرانيا، وكان أيضا الرئيس الفرنسي قد تحدث عن ما حدث في بوتشا وصفها بانتهاكات وجرائم حرب وطالب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا. Що відбувалось тут, що відбували, що робили російські військові, що робила Російська Федерація в мирній Україні. Також для нас дуже важливо, щоб ви побачили, що це мирне населення, яке сьогодні, те, що ми бачимо, яке бореться за кожну людину, отримуючи, живучи без електричної, без електроенергії, без води, незважаючи на це, дали відсіч російським окупантам. Немає ніякої різниці між народом і владою. المدينة مع جنوال تقيب الجنود الأوكراني يتحدث حول ما حدث في بوتشا، ويقول حسب ما نشاهد الآن في الأخبار العاجلة بأن كييف لن ترتاح قبل تحديد المسؤولين عن الجرائم التي حدثت في بوتشا،